صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. زي ما احنا متعودين كل يوم بنفتح مع حضراتكم موضوع ونتناقش فيه ونسأل حضراتكم عنه. النهارده بنسألكم عن تربية الولاد وازاي نربيهم انهم يخافوا يعملوا الغلط، لكن لما يعملوه يتعلموا منه ويقدروا انهم يعدوا غلطهم ده، وما يكونش الغلط هنا يعني ايه حاجة فادحة، لكن طول الوقت نتعلم من أخطائنا ونعلمهم إزاي نبني شخصيتهم من غير ما يبقى في فزع من إنه نرجع نقول لأهلينا إحنا غلطنا، ولما نغلط نعمل إيه. إزاي بتعملوا ده مع أولادكم؟ خليني أسأل شاذلي، موضوع التربية أخباره إيه معاك؟ هو إحنا إزاي نربي أولادنا في الجو البرد ده؟ دي بقى نقطة، لأن الجو تلج النهاردة بصراحة. فعلا برد خلاص رسميا، يعني الشتاء بقى بتبتدي يعني. طبعا الموضوع صعب جدا، لأن إحنا نفسنا محتاجين نتعلم إزاي نتعلم من أخطائنا. يعني احنا ككبار كده تلاقينا ممكن نقع في الغلط مره واثنين وثلاثه، فاحنا نفسنا محتاجين نتعلم من اخطائنا. انا من الناس اللي دايما ما بحبش ابكي على الماضي زي ما بيقولوا، خلاص اللي فات فات، لاني مش هغير الماضي، اللي حصل حصل خلاص. لكن لازم تقف عند كل موقف اتعرضت له في حياتك، او كل تجربه، او كل تصرف انت عملته وطلع هذا التصرف خاطئ، لازم تقف عنده. ليه؟ عشان تتعلم منه، مش عشان حاجه. يعني لازم تقعد كده وتفكر، انا عملت موقف. بعض خبراء العلم النفسي بيقولوا ان انت لو مريت مثلا بتجربه سيئه في حياتك، بتجيب ورقه وقلم، حرفيا بتجيب ورقه وقلم وتكتب الموقف اللي حصل، تكتب ازاي انت تصرفت، تكتب الناس اللي كانوا حواليك مين، ازاي ساعدوك، هل حد انتقدك، طب لو رجع بيك الزمن هل هتتصرف نفس التصرف ولا لا؟ دي مجموعة من الأسئلة. لكن هل ده يعني ان انت تجلد ذاتك؟ اطلاقا، لان انت لو عملت كده مش هتعرف تعيش. بالمناسبة كل هذه الامور اللي بتكلم فيها مع حضراتكم دي اسمها الخبرة الحياتية، ان انت كده بتاخد خبرة من الحياة، بتعدي بمواقف، بتعدي بظروف، بتعدي بأزمات، فبتتعلم منها عشان ما تكررش الغلط ده مرة تانية. ابنك وانت بتربيه دلوقتي لازم تعلمه ان هو مفيش مشكلة يغلط. ليه؟ لانه بيجرب. طول ما انت بتجرب هتغلط، تجرب وتغلط، ده ما فيش منه اي مشكله. لكن المشكله ان هو ما يجربش، ده غلط عليه، وفي نفس الوقت انه ما يتماداش في الغلط، او انه ما يبقاش الغلط عنده شيء اعتيادي، هو خلاص اتعود انه بيعمل نفس الموقف. ابنك هو صغير وانت بتنزله مثلا قدام باب البيت في رصيف صغير، فطبعا ادراكه لانه مش كامل، انت كاب او كام مطلوب منك انك تعرفه مره واثنين وثلاثه ان في رصيف. لو وقع رابع مره من الرصيف ده بقت مشكلته هو. ليه؟ لانه المفروض انه يكون اتعلم، انه عارف ان في هنا رصيف. فاحنا طبعا لازم ندي ولادنا من خبراتنا الحياتيه اللي احنا المفروض اصلا نكون عرفنا ازاي نتعامل مع اخطاء. دي نقطه مهمه، اعتقد دي نقطه مهمه جدا يا شاذلي. ومساله ان هم من وهم في سن صغير يكونوا قادرين يميزوا ما بين الصح وما بين الغلط، يكون كده الصح واضح والخطأ واضح، واعتقد هنا بيبقى دور الاب والام بشكل كبير انه نحط فيهم القيم دي من وهم صغيرين. لانه كتير جدا ببقى انا غلطان وعامل كارثه، لكن المشكله اني شايف نفسي مش عامل اي حاجه غلط، علشان لا اتعلم منها ولا اقدر اعديها ويعني انجح في غيرها، انا اصلا مش شايف نفسي غلط. فهي مساله انه من البدايه يكون الصح واضح والخطأ واضح، نكون متربيين على قيم معينة. صحيح. داخل الأسرة إحنا متعودين إن إحنا نتمسك بيها، الأخلاق، وده شيء مهم جدا جدا إن إحنا نربي أولادنا على الأخلاق. لو أنا عندي المرجوع ده من القيم والمخزون ده من المعلومات عن إيه اللي صح وإيه اللي غلط وإيه اللي ينفع أعمله وإيه اللي ما ينفعش أعمله، حتى وإن أخطأت هرجع أعيد مع نفسي الغلط ده، أعرف أنا ممكن أستفيد منه إزاي. لأنه الغلط بيفيد، لما بنعمل حاجة غلط بنخرج منها متعلمين. وزي ما احنا بنقول كده، محدش بيتعلم من غلط حد، للأسف كل واحد لازم يخوض تجربته الحياتية زي ما هي بالغلط والصح، لكن على قد ما نقدر أولياء الأمور بيحاولوا إنهم يعني يمرروا هذه التجارب لأولادهم، علشان وإن كان حد هياخد ده من أهله ويشوف إنه ممكن ما عديش بهذه التجربة لأنه ما نفعتش غيري مثلا، بيبقى مهم جدا ان احنا نبني ده ما بيننا وما بين اولادنا، حته الثقه انهم يبقوا بيحكوا لنا ونبقى بنسمعهم. صحيح. ولما بنسمعهم ما نبقاش جلادين، لا بالعكس،
ندعم ونساعد ونطبطب ونحير من غير دلع ومن غير بوظان، لكن كمان يكون في كده ايه شعرايه ما بين الموضوع، ما بين ده وما بين ده. صحيح، ونسمح بتكرار الغلط مره واثنين وثلاثه، لكن لا، في لازم يكون واقفه بقى. يعني انت غلطت نفس الغلطه دي مره، ويعني عملت نفس التصرف وطلعت النتيجه غلط، بتكرر مره ثانيه التصرف والنتيجه غلط، بتكرر، لا خلاص، هنا لازم يكون في وقفه. كان في كوميك كده احنا كنا مطلعينه من فتره لليوناردو دي كابريو، لو تفتكري هدير في ذا وولف اوف وول ستريت، وهو عامل ايده كده وبنقول دعونا ننسى اخطاء الماضي ونرتكب اخطاء جديده. ده بالمناسبه كوميك وكان يضحك في البدايه، انا ضحكت عليه في البدايه، لكن مع الوقت ابتديت اكتشف ان هو بيمرر حاجات ممكن تدخل جوه عقولنا وجوه تفكيرنا، ان بقى ده الطبيعي، ان احنا بقينا بنغلط عشان نعيد الغلط مره ثانيه، عشان نكرر الغلط مره ثانيه، مش فارق عندنا، يعني بنتحمله. وبالمناسبه بنتحمله وبيجي على اعصابنا وبيجي على حياتنا، ما هو نتيجه تصرف خطا، وغالبا مش بتتحمله لوحدك، ما هو خطاك بيبقى في اطراف تانية بتتحمل هذا الخطا. صحيح. معاك، علشان كده احنا عايشين يعني في المجتمع مش لوحدنا، فلازم نعمل حساب برضو الناس اللي عايشه معانا وعايشه حوالينا، خطاي ده هيؤثر عليهم لحد فين. ناس كتير جدا وهي بتعمل حاجه غلط تقول لك انا ما اذيتش غير نفسي، هي دي مش جدعانه يعني منك انك ما اذيتش غير نفسك، وحتى لو يعني ما هو نفسك دي ليها عليك حق، لكن في النهايه كلنا بنخطئ، المهم ان احنا ازاي نتعلم من الخطا ده، مش بس عشان ما يتكررش، عشان اعتقد ان كل حاجه بتسيب اثر جوانا، فلما انا اقول لنفسي او اعاتب نفسي اني غلطت في كذا، وبعدين دماغي تقول لي ما انت طلعتي من الغلط ده بواحد اتنين ثلاثه، الموضوع هيفرق وهخرج منه سليمه نفسيا. صحيح، حتى لو الموضوع من واحنا صغيرين بالمناسبه، يعني مش لازم يكون الموقف او الخطا او القرار اللي انا اخدته خطا كان قريب، حتى ممكن يكون من وانا صغير، بس هو الفكره ان هو فعلا بيسيب علامه، اي تصرف انت بتعمله في حياتك من وانت طفل صغير لحد ما تكبر بيسيب علامه جواك، فلو التصرف ده خاطئ وانت ادركت بالفعل نتيجه تصرفك ده كان تصرف خاطئ، هنا واجب عليك ان انت ترجع تفكر وتعيد تفكيرك مرة تانية عشان ما تقعش في نفس الغلط مرة تانية. صحيح، ده سؤالنا موجود على صفحاتنا، ازاي نربي ولادنا وانهم ازاي يتعلموا من اخطائهم من غير ما يكونوا يعني بيجلدوا ذاتهم. سؤالنا موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، هنستعرض مع حضراتكم طوال الحلقة اجاباتكم النهاردة، ودايما صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.